أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله، الحمد لله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. الحمد لله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو حي باق دائم لا يموت أبدا. بيده الخير وبيده الملك وبيده تدبير الأمور، وهو على كل شيء قدير. ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام، أشرف الخلق، المصطفى المختار، الذي اصطفاه الرحمن لإخراج العباد من عبادة العباد لعبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا لسعة الآخرة، ومن جور الأديان لعدل الإسلام، وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إخواني أخواتي أحبتي في الله، يعني المواضيع كثيرة وهناك كثير من الأسئلة، ولكن إن شاء الله يعني اليوم نبدأ درسنا في آيات الذكر الحكيم من سورة الملك. نبدأ في أول كلمات في سورة الملك، لعل الله سبحانه وتعالى يفتح علينا منها ما ينفعنا ويعلمنا إن شاء الله سبحانه وتعالى ما نحتاج في رحلتنا في هذه الدنيا في فهمنا والتقرب لذات الله عز وجل. نبدأ أول إشي، يعني نذكر إخواني أن القرآن الكريم هو كلام الله عز وجل، وفضل كلام الله عظيم جدا جدا جدا، يعني أعظم ما نملك في هذه الدنيا، ما تبقى لنا في هذه الدنيا شيء عظيم هو كلام الله عز وجل، هو أعظم من كل شيء. وفضل هذا الكلام كما علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: فضل كلام الله على كلام البشر كفضل الله على البشر. فهذا كلام عظيم، وهو الكلام الصادق والكلام المصدوق. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن أحسن من الله قيلا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. يعني الله سبحانه وتعالى يعطينا الكلام اللي ما في شك، ما في أي نوع من أنواع الشك في هذا الكلام. كل كلام آخر قد نشك فيه وقد نرتاب منه، إلا أن كلام الله سبحانه وتعالى هو الحق وهو الصدق. عشان هيك هذا الكلام الذي يعتمد عليه إن شاء الله. نبدأ إخواني في كلمة تبارك الذي بيده الملك. في كلمة تبارك يقول سبحانه وتعالى في أول آية من سورة الملك: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. ونتساءل ونسأل أنفسنا: ما هي البركة؟ ما هي البركة؟ وهنا الله سبحانه وتعالى لما بدأ يتكلم عن البركة، إنما ربط كلامه مع البركة، ربطه مع الملك، ربط البركة مع الملك. وهذا يفتح علينا سؤال عن ذات الله سبحانه وتعالى: كم نعلم عن ذات الله؟ قبل ما نجيب عن معنى البركة مع الملك، علينا أن نعلم أننا لا نعرف عن ذات الله سبحانه وتعالى إلا القليل القليل ما علمنا إياه سبحانه وتعالى عن هذه الذات. فنحن نعرف القليل جدا عن ذات الله سبحانه وتعالى، إلا أننا نعلم مما نعلم من هذا القليل أن ذات الله سبحانه وتعالى مكتملة. ذات الله مكتملة، يعني لا تحتمل الزيادة ولا النقصان ولا بأي صفة من صفاتها سبحانه وتعالى. ومن هنا إخواني ينفتح علينا هذا السؤال. وهذا السؤال إخواني يعني أنا دائما أو غالبا ما كنت أتجنب الإجابة عليه، لأنه سؤال صعب جدا ولا يستطيع الكثيرون التعامل مع هذا السؤال. يعني السؤال يقول كالآتي: إن قلنا أن ذات الله مكتملة، فهذا الخلق الذي خلقه سبحانه وتعالى في السماوات والأرض والجنة والنار وكل الخلق، من أين جاء؟ هل هو زيادة على ذات الله سبحانه وتعالى؟
أم أنه جزء من ذات الله سبحانه وتعالى؟ فنحن نعلم أن ذات الله مكتملة. فإن قلنا أن الخلق الذي خلق سبحانه وتعالى هو زيادة على ذاته، هذا يعني أن ذات الله ليست مكتملة، لأنه جاء شيء فوق ذات الله سبحانه وتعالى، مما يعني أن ذات الله لم تكن مكتملة. وإن قلنا أن الخلق جزء من ذات الله، فكأننا نقول أن ذات الله انتقصت، يعني نقصت، لأنه سبحانه وتعالى شو سوى؟ سوى الخلق من ذاته، وهذا يعني أن ذات الله سبحانه وتعالى لم تعد مكتملة كما كانت. فهنا هذه الكلمات التي ابتدأ فيها سبحانه وتعالى في سورة تبارك إنما يعلمنا أن الخلق، تبارك الذي بيده الخلق، أن الخلق إنما هو بركة. شو هو بركة؟ الآن نسأل أنفسنا ما هي البركة؟ طبعا لن نستطيع أن نفهم معنى البركة بشكل واضح جدا، ولكننا نسدد ونقارب. فحتى نقارب فهم بركة الله سبحانه وتعالى في خلقه، نسأل عن معنى البركة بيننا نحن البشر. شو معنات أنه الله سبحانه وتعالى يبارك لإنسان؟ فنقول أن البركة بيننا المتعارف عليها أنه إذا كان في عند إنسان رزق معين، يعني إنسان بيعمل عامل وبقبض راتب في آخر الشهر، خلينا نقول 1000 شيكل، 1000 درهم، 1000 دينار، وإنسان آخر بقبض مثلا 10,000 دينار، يعني 1 لـ10، هذا بقبض أقل من هذا، فنقول أيهما أكثر؟ أيهما أكثر؟ ككمية نقول 10,000 هي أكثر من 1000، ولكن أحيانا قد نستطيع أن نصنع بالألف أكثر مما نستطيع أن نصنع بالـ10,000. هذا الفعل الزائد شو منسميه؟ منسميه البركة. هذه هي البركة. يعني إنسان قد يشتري مصباح كهربائي بحطه في بيته، ما بيركبه 5 دقائق لو شو ماله، فائع محروق، شو بده يسوي؟ يركب كمان واحد كمان واحد كمان واحد. إنسان آخر الله سبحانه وتعالى أعطاه البركة، بحط هذا المصباح وبتركه 10 سنين ما بيصير فيه أي شيء. أحيانا إخواني كجزء من البركة يعني يصنع الإنسان طعام، بيصنع الإنسان طعام في بيته، بحط هذا الطعام، تبدأ أفراد الأسرة تأكل تأكل تأكل، ينتهي الطعام وشمالهم لساتهم جياع جوعانين، ما انتهى جوعهم. في عائلة أخرى توضع قليل من الطعام، يأكل منه أفراد الأسرة شمالهم، لسه قبل ما ينتهي الطعام بقول لك الحمد لله اكتفينا. شو بنسمي هذا الشيء؟ هذا هو البركة. فلما يقول سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، فكل خلق خلقه سبحانه وتعالى، كل شيء أوجده سبحانه وتعالى إنما هو بركة، يعني زيادة في نفس الأصل. البركة هي الزيادة في نفس الأصل، بمعنى أن ذات الله سبحانه وتعالى كانت مكتملة ولا زالت مكتملة. هذا الخلق شو هو؟ بركة من بركات الله سبحانه وتعالى، لا بزيد ولا بنقص. فلو قلنا كم قيمة الخلق أمام ذات الله، شو منقول؟ لا شيء. قيمة الخلق أمام الله لا شيء. كل الخلق اللي الله سبحانه وتعالى خلقه مقارنة بذات الله سبحانه وتعالى لا شيء على الحقيقة. إذا احنا قلنا إنه هذا الخلق شيء، وقعنا في معضلة على الحقيقة، وضعنا في معضلة. ليه؟ لأنه إذا قلنا إن هذا الخلق له قيمة أو عنده مقدار، شو صار؟ لم تعد ذات الله سبحانه وتعالى مكتملة. لا يصح إلا أن نقول أن الخلق، كل الخلق، السماوات والأرض والجنة والنار وما تحت الثرى وما فوق الثرى وكل ما نعلمه شماله، بركة في القيمة التي نقارن فيها بذات الله، شو كلها بتصير؟ لا شيء، لا شيء. عشان هيك إخوان، لو أنا جيت سألت سؤال آخر، كم قيمة اللا شيء مقابل اللا شيء، شو بدي أقول؟ نفس الشيء. فلو أنا على سبيل المثال أخذت السماوات والأرض وقلت كم قيمة السماوات والأرض، شو بدي أقول أمام ذات الله؟ لا شيء. طب لو أخذت أنا بعوضة، بعوضة صغيرة، وسألت هاي البعوضة كم تساوي أمام ذات الله سبحانه وتعالى، شو بدي أقول أيضا؟ لا شيء. فلما آتي وأقارن
ما بين السماوات والأرض وما بين هذه البعوضة، شو كم عمالي بقارن؟ لا شيء مقابل لا شيء. شو الفرق بين هذا وبين هذا؟ ولا أي شيء. فالسماوات والأرض أمام الله وعند الله كالبعوضة تماما، يعني المجرة والذرة لهم نفس القيمة عند الله سبحانه وتعالى. فبالتالي لو أنا سألت في الخلق ماذا يحتاج الله سبحانه وتعالى حتى يخلق السماوات والأرض، وماذا يحتاج الله سبحانه وتعالى حتى يخلق البعوضة، نقول فقط أمره كن فيكون. فإذا قال الله سبحانه وتعالى كن، كانت السماوات والأرض، وإذا قال سبحانه وتعالى كن، كانت هذه البعوضة. فلا شيء أصعب على الله سبحانه وتعالى من شيء آخر، ما في شيء أصعب، ما في شيء اسمه صعوبة في الخلق عند الله سبحانه وتعالى. كل أمر الله سبحانه وتعالى شو هو؟ كن فيكون. أي شيء بده يخلقه، وهذا الخلق كما قلنا بركة، يعني زيادة على ذاته سبحانه وتعالى، لا يحتاج سبحانه وتعالى فيها إلا أن يكون، يقول كن فيكون. وبعض الإخوان إخواني بيسألوني وبيقولوا لي يعني هل هناك يعني أيهما أسهل على الله سبحانه وتعالى، أن يخلق حجر صغير أم يخلق حجر كبير؟ شو منقول؟ ما في فرق، يعني هذا يحتاج كن فيكون وهذا يحتاج كن فيكون. وبالمقابل إخوان، لو أنا أخذت أصغر مخلوقات الله عز وجل اللي هي أمام الله سبحانه وتعالى لا شيء، ما بدي أقول أكبر مخلوقات، لأنه أكبر وأصغر هاي شو بتيجي لإلنا إحنا البشر. لما أجي أطلع على السماوات والأرض بلاقيها أكبر، بلاقي خلق السماوات والأرض أكبر من خلق الإنسان، أكبر من خلق الجبال، أكبر من خلق الأنهار وهكذا. هذا عندي أنا في المقارنة عند الله شو هو؟ كله سواء، كله سواء، السماوات والأرض، الإنسان، البعوضة، كله سواء. لو إحنا في عرفنا في مقارنتنا للأمور أخذت شيء وبحثت عن أصغر شيء بعرفه، يعني لما أجي أقول لك تفكر في أصغر مخلوقات الله عز وجل، شو أصغر مخلوق من مخلوقات الله عز وجل؟ لربما قلت لي أنت نقطة ماء، لربما قلت لي حبة هواء، لربما قلت لي ذرة، لربما قلت لي مايكروب، لربما قلت لي على سبيل المثال فيروس وهكذا. كل إنسان شو بياخد؟ بياخد كيف هو اعتقاده أن هذا المخلوق أصغر، اللي أخذ حبة تراب، اللي أخذ نقطة ماء، اللي أخذ نقطة هواء وهكذا. يعني منقول هذا المخلوق، الله يكرمك ويرضى عنه، هذا المخلوق اللي أنت اخترته على أنه أصغر المخلوقات اللي أنت بتلاقيها خلقها سبحانه وتعالى، بجي بقول لك سنضع هذا المخلوق على طاولة، يعني جبنا حبة هواء، ذرة هواء، أو جبنا نقطة ماء مثلا على سبيل المثال لنأخذ نقطة الماء، بدنا نجيب نقطة الماء ونضعها أمامنا على الطاولة، وشو هقول؟ يا علماء الأرض اجتمعوا، تعالوا كل علماء الفيزياء والكيمياء والأحياء والبيولوجيا والجيولوجيا وكل العلوم الأرضية، كلكم تعالوا اجتمعوا حوالين نقطة الماء. شو بدنا منكم يا علماء الأرض؟ إنكم تصنعونا نقطة ماء مثل هذه النقطة اللي أصغر مخلوق من مخلوقات الله. ماذا سيكون الجواب إخوان؟ ماذا ستكون الإجابة؟ سيقولوا ما لك يا شيخ، ما انت درست فيزياء وكيمياء وبتعرف انه ابسط قوانين الفيزياء شو بتقول لك؟ بتقول لك المادة لا تفنى ولا تستحدث ولكن تتغير من شكل الى شكل اخر، فكيف نخلق واحنا علمانا بنحط قانون انه لا يمكن الخلق؟ فمعناه كل المخلوقات الواعية عجزت انها شو تسوي مثل اصغر مخلوق من مخلوقات الله. فالخلق لمين اخواني؟ فقط لله عز وجل، لا يخلق إلا الله سبحانه وتعالى، والخلق بركة من الله عز وجل. لا يمكن لأي مخلوق أنه يخلق مادة ولا حتى مادة. لو قلت لك على سبيل المثال طيب أنت مش قادر على نقطة الماء، شو بدي إياك تسوي؟ بدي إياك تسوي يعني حرارة صغيرة، طاقة، تعطيني طاقة، تمدني بطاقة، عشان شو أسوي؟ عشان خلية من الخلايا تبعتي تشتغل لثانية من الثواني، تعطيني طاقة. بقول لي الطاقة اللي بدي أعطيك إياها لابد أني أنا أخذها من شيء موجود عشان أعطيك إياها، لا أستطيع أن أعطيك طاقة من عدم، لا أستطيع. فلا تستطيع كل العلماء أن تصنع لا مادة
ولا طاقة ولا حتى اللي بقول عنها أقل من الطاقة موجة، المواج اللي عمالها بتصير اللي بناخذ منها التلفزيون، موجة التلفزيون وموجة الراديو والبليفون والتلفون السلكي، كل هاي بتمشي على موجة. فالعلماء لا تستطيع أن تخلق لا مادة ولا طاقة ولا موجة ولا أي شيء عاجز كليا وبالكلية أن تخلق أي شيء على الإطلاق. يعني لربما إخواني يعتقد البعض أنه سوى شيء، يعني بروح على المختبر وبيجي بيجيب على سبيل المثال مادة وبقعد يعاملها بطاقة وبحرارة وبيطلع منها شيء آخر، بقول لك والله أنا سويت شيء جديد. نقول لم تأتي بشيء جديد، إنما عدلت وخلطت أمور خلقها الله سبحانه وتعالى حتى تخرجها بصورة جديدة. ما أتيت أنت بشيء، أنت ما أتيت بشيء. يعني زي على سبيل المثال اليوم منشوف أنواع من الفواكه ما كنا نشوفها في السابق. شو بيسووا على سبيل المثال؟ بياخد تفاحة وبياخد ليمونة وبيخلطهم مع بعضهم بيطلع لك شيء بين البنين، أو خلينا نقول على سبيل المثال بطيخ من برا أحمر ومن جوا أخضر بغير الألوان وهكذا. شو بتلاعب؟ بتلاعب في الجينات اللي موجودة داخل المخلوق. إنما على الحقيقة هو لم يأتي بشيء جديد. فلما نبدأ بقول الله سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك، علينا أن نعلم أننا بركة من بركات الله سبحانه وتعالى، لا نساوي أي شيء. فأستغرب إخواني، أستغرب من مخلوق من مخلوقات الله، مخلوق، والمخلوق كما قلنا هو عدم على الحقيقة، لا شيء على الحقيقة مقارنة مع ذات الله سبحانه وتعالى. أستغرب من هذا المخلوق لما يضع نفسه ند لذات الله سبحانه وتعالى ويبدأ يحارب الله سبحانه وتعالى ويعلن أنه يريد أن يقاتله ويحاربه ويجعل نفسه ند له كما يفعل الشيطان. إخواني هناك بعض الرموز التي نراها، يعني نذكر من بعض الرموز التي نراها، المثلثين، المثلث الصاعد والمثلث الهابط. هذا المثلثين اتخذهم الشيطان، المثلث الصاعد رمز لحرب الأرض للسماء، والمثلث الهابط رمز لحرب السماء للأرض. يعني الشيطان يعتبر أن الله سبحانه وتعالى يحاربه، وعليه شو إنه يسوي؟ إنه يرد الحرب على الله سبحانه وتعالى. وقد يدمج المثلثين بعضهم مع بعض لصنع صورة جديدة وهكذا. المهم إخواني أن هناك مخلوقات تحارب الله عز وجل، ومن المخلوقات ومن الرموز التي نتذكرها، من الرموز التي نريد أن نتذكرها، المسلة. تعرفوا المسلة مثل الأصبع اللي موجود، هاي المسلة أحد الرموز التي يحارب الإنسان فيها ذات الله سبحانه وتعالى، يعلن نفسه كأنه يريد أن يقاتل الله. ونذكر أيضا إخواني أنه يأجوج ومأجوج في فترة من الفترات في آخر الزمان، فين بتلقي الأسهم تبعتها؟ إلى السماء. شو بدها تسوي؟ بدها تقاتل أهل السماء. يعني هناك من المخلوقات من يحارب الله عز وجل ومن يحارب ذات الله سبحانه وتعالى، وهذا من السف العظيم، يعني أسفه شيء. يعني على سبيل المثال يجي إنسان يضع نفسه أمام حائط صلب، وشو بقول لك؟ بدي أكسره براسي، بدي أكسر هذا الحائط براسي. أنا المثال اللي ضربته هون إخواني بسيط جدا، ولكن للتقريب يعني أصعب منه مئات المرات، آلاف المرات، ملايين المرات. عد حتى لا تنتهي أن تجعل أو تضع نفسك ند لله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يطالبنا ويقول ولا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. يعني ما تجعل نفسك، وحتى يعني في بعض الناس بتضع ند لله عز وجل. يعني على سبيل المثال كما نعلم أتباع الأعور الدجال حاليا بتنادي أو بتحضر لإيش؟ لمجيء الأعور الدجال. طب ليش بدها إياها؟ ليش بدها الأعور الدجال؟ تريد أن تجعل الأعور الدجال ند لله عز وجل، ند لله. يعني هم بيقولوا إحنا مستعدين ونقاتل أهل الأرض، يعني ندخل معهم في معارك نقاتلهم مستعدين، بس ما بنقدر على ذات الله. بدنا مخ، بدنا شيء يقاتل ذات الله، هو بيقاتل ذات الله، وإحنا شو بنسوي؟ من قاتل عباد الله.
فاستدعائهم للأعور الدجال إنما كي يكون ند لله سبحانه وتعالى يقاتل الله. فنقول حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. هؤلاء فيهم من الصف الشيء العظيم بحيث يجعلوا أنفسهم ند لله. وشوفوا إخوان، معنا نتكلم عن ذات الله ونقول إنه إحنا بركة في خلق الله عز وجل ولا نسوى شيء في المقارنة أمام الله سبحانه وتعالى، إلا إنه سبحانه وتعالى اتخذ لنفسه صفات، اتخذ لنفسه صفات، يعني مش إحنا أعطيناه هاي الصفات، هو الذي اتخذ لنفسه هذه الصفات. هذه الصفات من الحسن، فيها من الحسن ما يعطيك قوة عظيمة، قوة عظيمة في هذه الحياة. يعني الله سبحانه وتعالى اتخذ لنفسه أنه هو الكريم، واتخذ لنفسه أنه هو الرحيم. من رحمة الله عز وجل لأنه اتخذ لنفسه هذه الصفة أنه إذا أنت عاندته، إذا أنت حاولت أنك أنت تعتدي عليه، إذا أنت جعلت نفسك ند له، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ برحمك وبسامحك عز وجل. وهو إيش إخوان؟ قادر، قادر إنه لما أنت تعانده وإنك أنت تحاول إنك أنت تجعل نفسك ند له، لما أنت تحاربه قادر بيكون فيكون شو يسوي؟ يلغي خلقك وأنت لا شيء أمام الله عز وجل. إلا إنه إحنا منشوف إخواني المعاصي من عباد الله تطرى واحدة ورا الثانية، إيش وإنت ماشي بتسمع وبتشوف، يعني ما تندى له ما يندى له الجبين. يعني وللأسف إخواني، يعني وإحنا حتى جايين للمساجد أولاد صغار عمارة 6 و7 سنين تسب الذات الإلهية، وإحنا جايين للمسجد هذا تقريبا صار أمر يومي، ولا تستطيع، ولا تستطيع إنك أنت تتكلم معه. يعني إذا أنت تكلمت معه بيجيك ولي أمره أبوه عمه خاله بقول لك هو سبك، شو خاصك أنت؟ ما سبكش. فلا يرتضي انك انت تعاتبه او انك انت تنصحه في هذا الامر. عشان هيك اخواني نقول ان الله سبحانه وتعالى لما اتخذ لنفسه صفة من صفة الرحمة، هذه الصفة مين المستفيد منها؟ احنا مستفيدين منها، انه لما احنا نغلط مع ذاته سبحانه وتعالى شو بيسوي؟ يتجاوز لنا عن هذه الاخطاء. ومن صفاته إخواني يعني في مقابل الرحمة، الله سبحانه وتعالى اتخذ لنفسه صفة العدل. صفة العدل إخواني أيضا لمصلحتنا، يعني إذا كان في إنسان قوي، اعتدى على إنسان ضعيف، كونه سبحانه وتعالى اتخذ لنفسه أنه هو العادل، شو بده يسوي؟ بده يرجع الحق لصاحبه لأنه هو العادل. فلا يرتضي للقوي أن يأكل حق الضعيف، مصلحة للاثنين مش لواحد. يعني المصلحة مش بس للضعيف، المصلحة كمان للقوي. ليه؟ لأنه الضعيف لما الله سبحانه وتعالى بده يعدل في أمره بده يرجع له اللي أخذ منه، والقوي لما الله سبحانه وتعالى بده يعدل في أمره ويأخذ منه اللي أخذه من غيره راح يرحمه إنه لا ما يعذبه في نار جهنم. فأصبحت صفة العدل مصلحة لمين إخواني؟ مصلحة للجميع، للقوي والضعيف، الظالم والمظلوم. يعني صفة العدل مصلحة التنين مش لواحد فيهم. فكل صفات الله إخوان الله سبحانه وتعالى اتخذها لنفسه إنما هي رحمة فينا لمصلحتنا إحنا. إن الله سبحانه وتعالى الكريم، من صفة الله سبحانه وتعالى أنه الكريم. هاي صفة إخواني. هل تعطي شيء جديد لله سبحانه وتعالى؟ هل تزيد في ملك الله سبحانه وتعالى؟ هل يعطي الله سبحانه وتعالى نفسه في نفسه ذاته مكتملة؟ إحنا يا إخواني لما نتكلم عن الكرم بناتنا، عشان الكريم يكون كريم أول شيء شو بده يسوي؟ بده يغطي حاله وأهل بيته، وبعدين بكرم في إيش؟ في الزيادة. يعني القصص اللي كنا نسمعها إنه الكريم بيأثر الضيف على أهل بيته، هذا يعني شبه تقريبا أصبح شبه محال إنك أنت تشوفه في اليوم الحالي. بقول لك أنا وأهل بيتي وبعدين شو اللي بيزيد بكرم فيه، هذا إحنا. الله سبحانه وتعالى هل يحتاج ما عنده
لنفسه ويقول الله سبحانه وتعالى غني لا يحتاج أي شيء، لا يحتاج السماوات ولا يحتاج الأرض ولا يحتاج الجنة ولا يحتاج الماء ولا يحتاج الطعام ولا يحتاج الهواء ولا يحتاج أي شيء. الله سبحانه وتعالى هو القوي المتين اللي بيعطينا كل شيء. فصفة الكرم إخواني مصلحتها وحسنها إنما هي للمخلوق إلنا، يعني بتعود علينا إحنا بالنفع إن الله سبحانه وتعالى هو الكريم. الله سبحانه وتعالى هو الكريم، فلما نقول أن الله سبحانه وتعالى هو الكريم فهذا شيء عظيم لصالحنا إحنا، عظيم لصالحنا. لو نظرنا إخواني لصفة الكريم في خلق الله سبحانه وتعالى، تبارك الذي بيده الملك، الله سبحانه وتعالى خلق هذا الخلق ببركة سبحانه وتعالى، ومن صفاته سبحانه وتعالى أنه هو الكريم. ماذا يتوافق مع خلق الله أن يكون كريم لهذا الخلق؟ شو منقول؟ إن الله سبحانه وتعالى يعطيه كل ما يتمناه ويعطيه أكثر مما يتمنى. لو احنا حاولنا نتفكر في هذا الشيء الجميل اللي الله سبحانه وتعالى يريد أن يعطيه لخلقه، يعطيه لخلقه ويكون في هذه العظمة، يعني في النهاية راح نوصل لكلمة إيش؟ الجنة. يعني بدنا نحط كل الشغلات اللي بدنا إياها ونفكر في كلمة واحدة، شو نقول؟ الجنة اللي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. فمن صفة الكرم إخواني إن الله سبحانه وتعالى لما يخلقنا أو لما خلقنا نشو يخلق لنا جنة نعيش فيها. وشوفوا إخواني كمان أيضا من صفة الكرم اللي موجودة عند الله سبحانه وتعالى إنه ما يجبرك على كرمه. إجبار الكريم لغيره على هذا الكرم لا يجعل هذا الكرم كرم أصيل. يعني هذه كمان إخواني من أعظم الأمور اللي الله سبحانه وتعالى أخذها لنفسه في صفاته إنه هو كريم. شو معناه؟ معناه ما بيجبرك على خلقه، زي مثلا كما ضربنا أمثال في السابق نعيدها لأنها سهلة للفهم. يعني إنسان يدعوك إلى طعامه يقول لك أنا بدي أسوي لك ما لذ وطاب من هذا الطعام، ويضع لك ما لذ وطاب من الطعام أمامك على هذه السفرة. فلما تأتي ما بيجبرك انك انت تاكل من نوع معين وانك تشرب من نوع معين، بتركك ايش؟ براحتك. حتى لو كانت راحتك انك تقول انا ما بدي اكل ولا بدي اشرب، شو بقول لك؟ بقول لك براحتك. فالكرم يعني الكرم يساوي حرية هذا المنعم عليه في الاخذ من هذه النعمة بالقدر الذي يشاء حتى لو لم يأخذ منها شيء. هذا الكرم. فمعناه الإنسان إخواني من كرم الله شو أصبح؟ أصبح مخير. شو يعني مخير؟ إني أنا أختار نعمة الله سبحانه وتعالى وفضله علي. الله سبحانه وتعالى ما أجبرني على هذه النعمة، ما أجبرني على هذا الفضل، فأنا مخير في مقدار ما أريد أن أخذه من هذه النعم الله سبحانه وتعالى أنعمها علي. فمعناه إخواني الإنسان مخير في الأخذ من هذه النعم ما يشاء. فلو قلنا إنه إحنا جنتنا اللي موجودة في السماوات هي نعمة من الله عز وجل، فأنا مخير في قبول دخول الجنة ولا لا. هذه إخواني منقول ناتج عن إيش؟ ناتج من صفات الله سبحانه وتعالى. كون الله سبحانه وتعالى كريم فلن يجبرك على الجنة. شوفوا لو الله سبحانه وتعالى أجبرنا على الجنة، يعني نسأل سؤال بسيط بيناتنا وبين بعض، ما الفرق ما بين القصر وما بين السجن؟ شو الفرق بيناتهم القصر والسجن؟ السجن انت مالك انك مجبر عليه، القصر انت مخير فيه. هل في علاقة بين مين أكبر فيهم؟ لربما كان السجن أكبر من إيش؟ من القصر. لربما كان الطعام الذي يقدم في السجن أفضل من الطعام الذي يقدم في القصر، مظبوط ولا لا؟ لربما كانت قيمة هذا الإنسان في هذا السجن أعلى وأرفع. يعني في بعض السجون بدرسوهم بيعلموهم بدللوهم آخر دلال، مش كل السجون زي بعضيها. لربما كان ما يحصل عليه هذا الإنسان في هذا السجن أكثر مما يحصل عليه في الحرية. فيبقى الفرق الوحيد ما بين القصر والسجن
أن السجن أنت مجبر عليه. فنقول إخوان، هل يجبرني سبحانه وتعالى على عطائه؟ هل يجبرني عز وجل على أن أخذ من عطائه؟ لا يجبرني. فالله سبحانه وتعالى يخيرني في هذا العطاء ويخيرني في الجنة. ونتذكر حديث الرسول عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: كلكم يدخل الجنة إلا من أبى. يعني الجنة خيار. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ هذا المؤمن الصالح بيقول هذا الشيء، ولكن الكافر هو على الحقيقة أبى، رفض جنة الله عز وجل. قالوا: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. يعني الرضا والقبول مش في الكلام، بالأفعال. أفعالك وتصرفاتك هي التي تدل على ما في قلبك، على قبولك أو رفضك للشيء اللي الله سبحانه وتعالى يعطيك. فيجب أن نرضى ما أعطانا إياه سبحانه وتعالى، يخيرنا فيه عز وجل على هذا العطاء. دائما إخوان لازم نتذكر، نحن إنما خلقنا من بركة الله، وخلقنا لأن الله سبحانه وتعالى يريد أن يخلقنا. يعني نسأل سؤال: هل الله عز وجل كان لما خلقنا مجبر على خلقنا؟ هل هناك من أجبر على خلقنا؟ لا، خلقنا سبحانه وتعالى من تلقاء ذاته، من تلقاء نفسه، من محبته لهذا الخلق. يعني خلقنا لأنه يحب هذا الخلق، واتخذ لنفسه صفات كلها في مصلحة هذا الخلق، وخلق لهذا الخلق الجنة التي فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على بال بشر. فهي الشغلات إخوان لازم نفهمها، نفهم إنه علاقتنا مع الله عز وجل الأصل فيها علاقة محبة. ودائما لازم نتذكر ونستشعر معنى البركة. نحن بركة من بركات الله، نحن لا شيء أمام ذات الله، نحن لا نستطيع فعل شيء، إنما ما نفعله حتى لو كان معاندة لله سبحانه وتعالى واعتداء على ذات الله سبحانه وتعالى، إنما نفعله بإتاحة الله سبحانه وتعالى لنا أن نفعل. تكلمت في درس السابق إخواني قليلا عن شيء سميته المشيئة، وأزيد عليها اليوم كمان شيء بدكم تجمعوهم مع بعضيهم: المشيئة مع القوة، أو خلينا نسميها مدد القوة. يعني نسأل: القوة اللي احنا بنستخدمها حتى نفعل أمورنا من أين تأتي؟ يعني بذكركم في سورة الكهف، يقول سبحانه وتعالى: ولولا إذ دخلت جنتك قلت إيش؟ ما شاء الله. هذه أول واحدة. وبعدين: لا قوة إلا بالله. شغلتين. يعني بدنا نجمع المشيئة مع إيش؟ مع القوة، عشان أنا هقدر أفعل شيء زي اللي الله سبحانه وتعالى بخاطبه لما دخل جنته. عشان تقدر تسوي الشيء شو بتحتاج؟ بتحتاج شغلتين، بتحتاج مشيئة وبتحتاج إيش؟ قوة. هدول التنتين من فين؟ من عند الله عز وجل. المشيئة منك ولا من الله عز وجل؟ من الله. شو بقول سبحانه وتعالى؟ وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وما تشاءون إلا أن يشاء الله، يعني كل مشيئة إحنا إلنا للفعل. يعني أخوي الكريم هون عماله بيسبح، هاي الحركة اللي بحرك فيها أصبعه عشان يحرك هذا الحجر الصغير، شو بدها؟ بدها قوة. هاي القوة من فين؟ من الله. بعقله شو بده؟ مشيئة. هاي المشيئة من فين؟ من الله. فالمشيئة أنا فكرت بالشغلة إنك تسويها، والقوة عشان تسويها تنتين من فين؟ من الله عز وجل. ولو هو قال أنا بدي أوقف الحركة هلأ، عشان يوقف الحركة بدنا إشي مضاد للحركة. شو منسميها مضاد للقوة؟ منسميها الحول. الحول هو إيقاف القوة، زي كيف بتتصور في السيارة في بنزين وشو في إيش؟ في عندك فرامل تنتين مع بعضهم، واحدة بتعطي قوة، شو واحدة بتسوي؟ بتوقف هاي القوة. القوة إنك تسوي الشيء، الحول إنك شو تسوي؟ تمنع أو توقف هذا الشيء. الحول والقوة تنتين من فين؟ من الله. وإحنا شو منقول؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، تنتين من الله عز وجل. فالحول والقوة والمشيئة من الله عز وجل. شوف، لو إنسان قرر إنه هو يعتدي على الله، مش بده قوة ومشيئة، بده يحط حاله ند لله عز وجل، أعداء الله،
كثر قتل الإنسان ما أكفر. إنسان من هالكفار قرر أنه يعتدي على الله سبحانه وتعالى، شو بده؟ بده قوة، بده مشيئة عشان يعتدي على ذات الله. تنتهي من فين؟ من الله. حتى في إيش؟ في اعتداؤه على الله. شو بقول سبحانه وتعالى؟ ويمدهم، ويمدهم مين؟ مش الله عز وجل؟ في إيش؟ في طغيانهم يعمهون. يعني هذا مسكين، مسكين مش شايف الحقيقة، مش قادر يشوف. أعمى القلب، العمى هو عمى القلب، زي العمى عمى العين، العمى عمى القلب. هذا إنسان قلبه أعمى، مش قادر يشوف إنه هو لما يعتدي علي أنا أعطيته القوة وأنا أعطيته المشيئة وأنا مكنته إنه يسوي الشغل الغلط. ليش مكنته؟ مكنته لأني أنا أحترم خياره، أنا خلقته وأعطيته الخيار. ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. طالما أني أنا أعطيته الخيار أنه يسوي اللي بده إياه، الله سبحانه وتعالى بيقول اعملوا ما شئتم، سوي اللي بدك إياه. طالما أني أنا أعطيته الخيار، فلما يصر على معاندتي ولما يصر على الاعتداء علي، شو بسوي؟ بعطيه قوة، بمده بقوة. وأنا إخواني لازم كمان ننتبه، يعني اللي براجع كلمات القرآن لما نتكلم عن المد، كلمة المد تأتي على ثلاثة أشكال: في مد وفي مدد وفي إمداد. مد ومدد وإمداد. ليه؟ في العلماء قالوا كل زيادة في المبنى، كل زيادة في المبنى زيادة في المعنى. يعني كل ما كثرت الحروف تبعت نفس الكلمة معناها كمية الشيء اللي موجود فيها ماله أكتر. هلا لما يقول سبحانه وتعالى ويمدهم في طغيانهم، هذه على مد. شو يعني؟ في أقل قوة. يعني لما إنسان يريد أن يعتدي على الله سبحانه وتعالى، شو بيعطيه سبحانه وتعالى؟ قوة مالها تكفي على مقدار الاعتداء اللي هو بده يعتدي عليه. بيعطيه أكثر؟ لا. هلا لما تصير مدد، شو معناه؟ معناه هذا الإنسان بده يسوي عمل خير، بده يسوي عمل خير، قرر يسوي عمل خير. الله سبحانه وتعالى شو بيقول؟ وسنيسره لليسرى. يعني انت ابدا اول خطوه، شو بلاقي؟ بس شو بسوي؟ بسهل لك باقي الخطوات، بسهل لك باقي الخطوات، بمدك مش مد على حرفين، مدد، بعطيك اكثر من القوه اللي انت فكرت فيها وحسبتها عشان تسوي الخير. هذا شو بنسميه؟ بنسميه مدد. عشان هيك في الامثال بقولوا في كتير شغلات الله سبحانه وتعالى بسهلها، زي على سبيل المثال بقولوا الزواج والبناء مسهلات، لأنهم فيهم خير. أنت بتبدأ، شو بتلاقي سبحانه وتعالى سهل لك الطريق. ليه؟ لأنك بدك تسوي عمل خير. وفي كمان مد على ثلاث أحرف أو على أكثر من ثلاث أحرف اللي بنسميه الإمداد. شو الإمداد؟ إنسان قرر أنه يساعد إنسان آخر ويدله على الخير. شو معناه؟ بدك قوة في ذاتك وبدك في إيش؟ قوة لغيرك. فالله سبحانه وتعالى يعطيك قوة أكبر حتى تستطيع أن تنقلها لغيرك وتفيض هذه القوة في جسدك حتى تصلح لك أمور أخرى موجودة في هذا الجسد. يعني المريض، المريض اللي بيمشي في عمل الخير لغيره، شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ يشفيه. ليه؟ لأنه تأتيه قوة على إمداد فيها زيادة عن المدد والمد اللي بتفيض في جسده حتى تصلح له هذا الجسد. عشان هيك إخوان، من أعظم الأمور وأفضلها إنك أنت تكون ناقل للخير ومعلم للخير لغيره. فالله سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مثلا يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، من تعلم القرآن وعلمه. أنت تعلمته لذاتك وبديش بديت تعلمه لغيره. هذا بيأخذ على قوة على إيش؟ على أمدده، مش على مده ولا على مدده، يأخذ على أمدده. وهكذا يا إخوة. فنعود للآية القرآنية اللي ابتدينا فيها، يقول سبحانه وتعالى تبارك الذي بيده الملك. هذا الملك شو ماله؟ كله من خلق الله، بيده الملك. يستطيع سبحانه وتعالى بلحظة أن يفني، يستطيع بكون فيكون. شو يقول؟ أنا بدي ألغي هذا الخلق، بدي ألغي. ولكن نأتي إخواني لصفة من صفات الله عز وجل اللي الله سبحانه وتعالى أخذها لنفسه.
نقول أن الله سبحانه وتعالى يستطيع أن يلغي ما خلق، يلغي، ولكن هل سيلغي سبحانه وتعالى ما خلق؟ ونقول أن إحدى الصفات اللي الله سبحانه وتعالى اتخذها لنفسه أنه سبحانه وتعالى كما قلنا الكريم. نجي مثال إخوان، لما أنت تكون كريم وتقوم بعطاء، بإعطاء عطاء، هل تجحد ما أعطيته؟ إذا كنت فعليا كريم ما بتجحد هذا العطاء، ما بتبطل تقول أنا بطلت، رجعوا لي اللي أعطيتكم إياه. هذا الشيء لا يتناسب مع الكرم. فهل الله سبحانه وتعالى يجحد خلقه؟ نقول لا. عشان هيك الأصل أن الله سبحانه وتعالى لما يخلق شيء بتمه هذا الشيء. ليه؟ لأنه يتوافق مع صفة من صفات الله. طبعا إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى شيء آخر، لا نستطيع أن نفرض على سبحانه وتعالى أي شيء، ولكن نحن نتكلم عن الصفات الله سبحانه وتعالى علمنا إياها عن ذاته سبحانه وتعالى. من الصفات اللي علمنا إياها سبحانه وتعالى عن ذاته أنه لن يجحد خلق. عشان هيك إخواني مثلا إحنا نتكلم عن خلق الإنسان، نتكلم عن خلق الإنسان. الله سبحانه وتعالى لما خلقنا كيف خلقنا؟ هل خلقنا بالصورة اللي إحنا موجودة، أو خلينا نقول بالشكل اللي إحنا موجودين فيه حاليا، هذا الجسد الترابي مع هذه الصورة اللي أنت موجود فيها، مع هذه النفس اللي أنت موجودة في هذا الجسد، هل هذا كان بداية خلقنا؟ فمنقول لا، لم يكن هذا البداية. شو بداية خلقنا كان؟ كان بداية خلقنا أنفس. شو بقول سبحانه وتعالى؟ فإذا سويته ونفخت فيه من روحي، يعني في التسوية شيء ونفخ الروح شيء آخر. بمعنى أنه خلق البشرية شو هي؟ كانت في البداية أنفس. ولما سئل الرسول عليه الصلاة والسلام متى كنت نبيا يا رسول الله، شو قال؟ قال كنت نبيا لما كان آدم ما بين الجسد والروح. يعني الله سبحانه وتعالى خلق الجسد وخلق النفس وبث هاي النفس في هذا الجسد مع الروح، نفخهم مع بعضهم. فإحنا بداية خلقنا أنفس، هاي النفس اللي الله سبحانه وتعالى خلقها ستبقى إلى أبد الآبدين. يعني خلقها في السماوات، منقول هذا الخلق ما فنى سبحانه وتعالى وما أنهى، ولكن استودعه، نقول توفاه، نقول أماته. أماته شو معنات أماته؟ الموت هو انفصال الصورة عن النفس، انفصال الصورة عن النفس، هذا هو الموت. يعني الله سبحانه وتعالى لما خلقنا خلق لنا صورة معينة، بعدين أماتنا، فصلنا وحطنا في جسد سيدنا آدم، نزل آدم، بعدين شو بدأ يأخذ هاي النفس رجعها بصورة تانية، بشكل تاني، وهذا الجسد يتغير، بعدين منموت. يعني تنفصل النفس عن الجسد الجديد اللي الله سبحانه وتعالى أعطانا إياه، هذا مسميه الموت. ومنروح على حياة تانية اسمها البرزخ. يوم القيامة شو بيسوي سبحانه وتعالى؟ بيرجع هاي النفس لإيش؟ لجسد آخر، بعدين بيطلعنا للحساب، بعدين بيدخلنا الجنة في جسد جديد. شو بتم هالنفس موجودة؟ خلود ولا ممات في الجنة، وخلود ولا ممات في النار. فكون الله سبحانه وتعالى خلق النفس بعد النفس، هل في فناء؟ نقول في فناء، ولكن في موت وفي إحياء، موت وإحياء. الموت والإحياء ما لها علاقة بالفناء، الفناء إنما هو للجسد العارض المؤقت. شو الجسد؟ عشان نفهم شو الجسد، بدك تتصور كأنك بتشتري سيارة. يعني إنسان اشترى سيارة، السيارة هي جسده، وانت النفس، السائق تبع السيارة هو النفس، والسيارة شو هي؟ الجسد. بقول لك انو اهم، السيارة ولا الجسد؟ السيارة ولا النفس؟ يعني السيارة مش مهمة مقارنة مع هذا الانسان السائق، مش مهمة. مين المهم؟ نقول بني آدم، الانسان اهم. فلما نسأل انو اهم، النفس ولا الجسد، شو بنقول؟ النفس، هي النفس، لانه هي السائق تبع الجسد. هذا الجسد اللي احنا عايشين فيه من تراب، والله سبحانه وتعالى شو بده يسوي؟ بده يرجعه لتراب، بعدين يعطينا جسد اخر في الجنه. اخر الاجساد اللي راح ناخذها في الجنه فراح تكون مثلا على سبيل المثال على طول 70 ذراع كجسد سيدنا ادم، ستكون على سبيل المثال بعمر 33 على ما استوفى فيه سبحانه وتعالى سيدنا عيسى، ستكون بجمال، يعني البعض يقول سيدنا يوسف، البعض يقول بسيدنا آدم، البعض يقول بسيدنا محمد، والله أعلم، ولكن ستكون جميلة جدا. فستكون لها صفات عظيمة، وهذه الصفات تبع هذا الجسد الجزيء الجديد اللي راح ناخده في الجنة ستزداد حسن. احنا في الدنيا
بنطلع على راس الهرم، بعدين شو بنصير؟ بنصير ننزل. شو يعني بتصير تنزل؟ يعني بتصير تضعف، قوتك بتضعف، نظرك بضعف، كلامك بصير أخاف، وهكذا. يعني كل صفاتك بتصير تتناقص فترة من الفترات. في الجنة لا، في الجنة صفاتك شو مالها؟ بتمها تطلع 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 إلى ما لا نهاية. يعني ما أستذكره من معاني بعض أحاديث الجنة، أنا في الجنة سوق يسمى سوق الجمعة، سوق الجمعة تيمنا في بعض الأسواق هون بسموها سوق الجمعة، بيبيعوا فيها الأنعام نسبة إلى الجنة. سوق الجمعة يخلق فيه سبحانه وتعالى يعني أنعام جديدة، إشي جديد أنت لا شفته ولا اختبرته حتى في الجنة. فيذهب المسلمون أو أهل الجنة إلى هذا السوق حتى يتسوقوا، يعني يأخذوا نعم جديدة من الله سبحانه وتعالى ينعم عليهم فيها. فما أن يصل هذا المسلم إلى هذا السوق حتى تلفح ريح صبا، يعني نسمة هوى، فيعود إلى أهل بيته وقد ازداد حسنا. وهذا كل إيش؟ كل يوم جمعة. يعني صفاتنا شمالها بتما طالعة، مش بتتغير للنقصان، بتتغير في الحسن والزيادة من كرمه سبحانه وتعالى. عشان هيك بنقول إخواني كوني الله سبحانه وتعالى خلقنا كأنفس، فهذه الأنفس ستبقى. شو اللي راح يتغير فيها؟ الأجساد اللي هي المراكب الله سبحانه وتعالى بحطنا فيها من مرحلة لمرحلة 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 حتى نصل بإذن الله إلى الجنة. طيب إخواني يعني أنا سأكتفي بهذا المقدار. أنا بذكركم أنه في عندي حبس منزلي ليلي، ما بقدر أتأخر عن البيت كتير، يعني أنا مضطر أن أنا أغادر حتى قبل صلاة العشاء. يعني في إطلاق سراحي حطوا علي 21 شرط، أحد الشروط اللي هو الحبس المنزلي. لذلك سنكتفي بهذا المقدار. ندعو الله سبحانه وتعالى ونقول: اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي بالحق سبحانك ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا يا مولانا فإنك علينا قادر، والطف بنا بما جرت به المقادير. اللهم انصر أقصانا، وشاف جرحانا ومرضانا، واطلق سراح أسرانا، وانصرنا على من عادانا. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين، وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله يجزيكم الخير. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاعف عنا لا حول.